كشف الجاني محمد التيجاني. حسب كتبي خلي نبين لها ازاي فنتعها. اللي امس يقول على كلمه بسطر جايب من الكويت كتاب ثم اهتديت مصحح على صحيح مسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. حديث مسلم 30 مصدر. النسائي سنن ابن ماجه صحيح ترمذي مستدرك الصحيحين مسلم الامام احمد الامام الشافعي الطبري ابن عساكر ابن الاثير ابن خلدون ابن تيميه الخطيب البغدادي جلال الدين السيوطي. انا نقول فيها بدون صفحه عدد لانه الحديث يطول. لا اذا حب نعطيه بالصفحه العدد. ابن عساكر تفسير الفخر الرازي تفسير الثعلبي تفسير السيوطي تفسير الطبري تفسير ابن كثير ابن الصباغ المالكي الخندوزي الحنفي البلاذوري ابن قتيبة ابن أبي الحديد ابن خلكان الشهرستاني ابن عبد البر المتقي الهندي في كنز العمال. بعد هذا صحيح مسلم أيضا ذكره ولكن أبطره أنقص منه. وهذا ديدان معروف عند البخاري ومسلم ولذلك هم يصححان إلا البخاري ومسلم من أجل هذا الغرض بالذات. هو يعترف أنه متواتر هذا بس يكون زيادة غير متواتر. الشيخ عثمان وجمال كيف للسادة المشاهدين نعم. كيف يعني هذا الحديث أن الحكمة لعلي أصبر نسبه إلى مسلم وليس عنده أصبر الحديث لما تجيك 30 مصدر سنية من موثوقة ومسلم يذكر نفسه مثلا 120 صحابي يروه حديث والخطبة بس واحد مسلم قال الخطبة ما قالش فيها من كنت مولاه لكن رواه كل الأحداث الخطبة كلها والتوقيف وغدير خم إذا كانت معناها مذكورة رغم أنفه لأنه 30 مصدر سني موثوق ما شافهمش الخميس جاي إلا على مسلم وشطب عليه قال آه تجاني كذاب ناقل على مسلم لا موجود في مسلم والحمد لله. وبعد ذلك من حديث عمر بن الخطاب قوله إن مسلم بتر الحديث وأنقصه هل تقبل منه هذا الكلام دكتور عبد الحميد أن مسلما أنقص الحديث وبتره؟ نعم لم يصرح لم يصرح هل بتره مسلم؟ هل مسلم بتره وأنقصه متعمدا؟ أنقصه طبعا أنا لا متعمدا لكن ما ذكره أنت قلت مسلم والبخاري إمامان جليلان نعم صحيح الذي يبتر ليس إماما جليلا هو لا بتره يعني لم يذكره في كتابي لا ليس في نيته. إذا كان مسلم بتره لماذا ينسبه إليه؟ تدليس وكذب على الناس. إذا كان مسلم بتر ولم يذكر لماذا تنسبه إليه إذن؟ الحادثة بكل لا مسلم ما ذكر لماذا تذكر مسلما؟ تلبيس على الناس أصبر طيب لماذا دائما نطالبكم بالمصدر والدليل والتقيد بالنص؟ لأنكم تزعمون أشياء ثم يتبين لنا أنكم تكذبون فيها. هذا حديث من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه من كتاب ثم اهتديت للتيجاني يقول رواه مسلم رواه مسلم وين في مسلم ان شاء الله اقرا ايش فيه اقرا من رواه وقال صلى الله عليه وسلم المرجع من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من ولاه وعاد من عداه ابتدات بصحيح مسلم اي وبعد ثم مستدرك الحاكم ثم نعم مسند وليس مسند يا دكتور في نجدي في صحيح مسلم نعم في اي صفحه الجزء صفحة 133 نعم نعم نطالبكم بالتقيد نعم. بالالتزام بالنص لأن هذا مجلس علمي نعم ليس مجلس عاطفي نعم مجلس علمي لابد إذا تكلمت تتكلم نعم.